دخولك للشاحنة مو بزي خروجك. أنا حظي ضبط، باقي أنتو حظي. الحق يا ولد، إيوة بدأ التحدي، 1 2 3 لا أشوفك تهدي، إذا مو قد التحدي يلا على بيت جو، أنت وحظك هذا هو اسم الشو. المهم في الموضوع انك تخرج حي، اذا كان فيك حيل يلا على الشحنة، اختبار للتحمل والقوة طحنة، وانا سأضحك على كل مشترك، وقتك محدود يلا خليك حرك، ايش تنتظر يلا جو يلا.